الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم إن شاء الله سيكون تتمة لتصحيح أنشطتكم تخصيص خاصة بالمستوى السادس في مادة الرياضيات، وبالضبط نشتغلوا في الصفحة 5 من مرجع جديد في الرياضيات الخاص بالمستوى السادس طبعة شتنبر 2010. بالنسبة للصفحة 4 تلقاو الفيديو يعني في القناة، ونخلي لكم رابط ديالو أسفل هاد الفيديو في الوصف. نبدأ على بركة الله. التمرين 13 في الصفحة، هو التمرين الأول في صفحة 5، في مجموعة من العمليات. عندنا الجمع، عندنا الطرح أعداد صحيحة وأعداد عشرية، عندنا الضرب أعداد صحيحة وأعداد عشرية أيضا. نبدأ بالجمع، عندنا 5486 زائد 659 زائد 2727. هنا نلاحظوا أنه في الوضع عندنا ضروري الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، والآلاف تحت الآلاف. إذا بالنسبة للنتيجة كيف غنحصلو عليها؟ عندنا 6 زائد 9 15 وزائد 7 22، نكتب 12 في 2، 8 زائد 2 احتفال 10 زائد 5 15 زائد 2 17، نكتب 17 في 1، 4 زائد 6 10 و7 17، 1 الاحتفال 7 18، 8 احتفال 1، 5 زائد 2 7 زائد 1 الاحتفال هي 8. العملية ديال الناقص 739 ناقص 87، كذلك الوحدات تحت الوحدات ضروري. 9 ناقص 7 2، 3 ناقص 8 لا يمكن، غادي نستلفو 1 من 7، تولي 13 ناقص 8 5. هنا كنا استلفنا يعني 1، بقات لنا 6، أولا نرجع للاحتفاظ، هنا بقات 7 ناقص 1 كتساوي ليا 6. العملية التالتة فيها ضرب عددين صحيحين. أولا غنديرو 6 مضروبة في 468، خصنا 2808. نديرو 6 في 8 84، نكتب 8 نحتفظ بواحد، 6 في 6 نكتب 8 عفوا ونحتفظ بأربعة، 6 في 6 36 زائد 4 هي 4 ونكتب 0 نحتفظ بأربعة، 6 في 4 24 و 4 ديال الاحتفاظ هي 28. غنمرو للثانية، غنخليو هاد المكان فارغ أولا نديرو نقطة أولا نديرو صفر، ونمرو للسبعة العشرات نضربوها في 468، 4 في 7 في 8 56، نكتب 6 ونحتفظ بخمسة، 7 في 6 42 و5 الاحتفاظ 47، نكتب 7 ونحتفظ بأربعة، 7 في 4 28 و4 32. الآن غنديرو الجمع، 8 هنا 6، 8 زائد 7 15، نكتب 5 ونحتفظ بواحد، 2 زائد 2 4 الاحتفاظ 5 وهنا 3. نمرو العملية الضرب الموالية اللي في عدد عشري في عدد صحيح، نفس الطريقة نديرو 6 في الأعداد وهنا 4 في الأعداد، وغنجمع من بعد عاد نديرو الفاصلة. بالنسبة للستة مضروبة في هاد الأعداد، 6 في 8 48، 8 نحتفظو بالأربعة، 6 في 7 42 و 4 46 نحتفظو بأربعة، 6 في 35 و 4 ديال الاحتفاظ هي 34. نمرو الآن 4 ونخلو هاد المكان فارغ أو نديرو نقطة أو صفر، 4 في 8 هي 32، نكتب 12 في 3، 4 في 7 28، 3 31، نكتب 1 نحتفظ بثلاثة، 4 في 5 20 زائد 3 هي 23. أنا غنديرو الجمع، هنا عندنا 8، هنا 6 زائد 2 8، 4 زائد 1 5، 3 زائد 3 6 و 2. هنا بقاتنا الفاصلة، عندنا رقمين مور فاصلة، حتى هنا غندير رقمين مور الفاصلة. العملية الأخيرة فيها ضرب عدد أولا الناقص ديال العدد العشري، نقسم من العدد العشري. هنا عندنا الوضع الوحدات تحت الوحدات والفاصلة تحت الفاصلة. عندنا صفر ناقص أربعة لا يمكن، غادي نتسلفو نرجعو 10 ناقص أربعة تسقلنا 6، نرجعو الاحتفاظ هنا 8 ولا السلف، 3 ناقص 9 لا يمكن، غادي نتسلفو أيضا نديرو السلف، 13 ناقص 9 تساوي 4، نرجعو السلف مرة أخرى هنا، 4 ناقص 7 لا يمكن، غادي نتسلفو 10 هنا تولي لنا 14 ناقص 7 تساوي 7، نرجعو السلف لواحد هي تولي هنا 2، 5 ناقص 2 تساوي 3. أنا غنمرو للتمرين، هنا الفاصلة عفوا الفاصلة غنوضعوها في هاد المكان. مرو التمرين الرابع عشر والتمرين الثاني في هاد الصفحة، عندنا سؤال أقيسوا الزوايا وأرتبوها من الأصغر إلى الأكبر. عندنا 5 ديال الزوايا بألوان مختلفة، مطلوبنا نقيسوها باستعمال المنقلة. باش نقيسوها منقلة كنوضعوها بهذا الشكل، غنتكلمو غير على وحدة، مغاديش نديرهم كاملين. هنا غنحط الرأس أو هاد المكان تيكون هنا محدد، كنحطو في الرأس ديال الزاوية، وكنحط هاد الضلع هنايا ضروري. إلا بغيت نحط
في هذا الدلع هذا، فخصني نقلب المنقار للجهة الأخرى. هنا بحيث نخدم بالشكل باش تجيني القراءة سهلة، كديما ندير الخط في الأسفل تيكون مع الدلع مقاد معاه، وهنا المركز ديال المنقار كنحطو في رأس الزاوية، وكنمشي كنقرا هنايا وكنلقى النتيجة. هنا في الحالة تكون النتيجة 22 درجة. فبالنسبة للزاويتين غيكون يعني عندنا 90، لأن سبق لي قصت هادي. هنا غادي نقيس غادي نحطو هنا المنقالة، كنشوفو هنا عندنا 90 درجة، الزاوية اثنان فيها 50، والزاوية الأولى فيها 32 درجة. الآن قلنا إلا نرتبو هاد الزوايا، فأصغر زاوية من أصغر أكبر هي رقم 5 اللي فيها 22 درجة، قياسها أصغر من الزاوية رقم 1 اللي فيها 32، والزاوية رقم 1 أيضا أصغر من الزاوية 2 اللي فيها 50. إذن هذه الأصغر تابعها 1 تابعها 2، وقالت لنا 3 و4 فيهم 92، غنحطهم بجوج مجموعين هنا. نمر للتمرين الموالي من 15، أعيد رسم الشكل وأرسم مستقيما متعامدا مع المستقيم د ويمر من نقطة أ، وأرسم مستقيما آخر متوازيا مع د ويمر من نقطة ب. أول حاجة غادي نعمل رسم في الدفتر ديالي خط بالشكل كيف ما كان، ندير نقطة هنا نسميها أ، نسمي المستقيم د ونحطو بنقطة ب هنا في المحطيتها في الأسفل، تكون نقطة اسمين شابة. أول شيء خصني نرسم مستقيم متعامد مع الدي وكيمر ليا من أ. شنو غنحتاج هنا؟ غنستعمل الكوس. كيفاش غنحطو؟ خصني النقطة أ تكون كتبان ليا، نحطو مقاد مع المستقيم دي، وتكون الزاوية قائمة هنا، لأن هنا غندير التعامد. إذا ملي غندير التعامد هنا غنجيب مسطرة وقلم وغنرسم هاد الخط هذا، غنكون درت زاوية قائمة، رسمت مستقيم اللي متعامد ليا مع الدي. إذا هنا قمنا بالعملية الأولى. العملية الثانية أرسم مستقيم آخر موازي لمستقيم دي، هنا بغينا المستقيم يمر من بي ويكون هنا في هاد المكان. أيضا غنستعن بالكوس، ولكن المرة غنحطو على هاد الخط اللي رسمت مستقيم جديد، ونحاول نقادو مع النقطة بي. باش ملي نرسم الخط يدوز من بي ويكون تيقيس ليا داك المثلث او كيمر من التحت ديالو، يكون مقاد بالشكل. غنكون كملت التمرين 15. بالنسبة للتمرين 19، اكمل بكتابة البسط او المقام. نشوف الترتيب ديال التمارين، لو نفس الترتيب نكمل التمرين 16، اعيد رسم القطع التالية ثم استعملها لتكوين مربع ومستطيل ومتوازي اضلاع. لان هذا الشكل احنا عاود نرسم من هنا خط بهذا الشكل بلون احمر، خط متعامد معاه بالاخضر، هنا خط بالبنفسجي، عندي هذه الزاويه هذه، يعني ما محددينش ليا شحال القياس، المهم نرسم نفس الشكل. ثم منين نرسم مربع من هنا، نحاول نصيب مربع في شي مكان. اذا هنا المربع غادي نرسمه هنا. كيفاش غادي ناخذ مثلا هذا الخط الاخضر؟ غادي نحط هنايا البركار، شوكه البركار هنا، نقيس هذه، نفتح البركار وعندي هنا وندير قوس، نكمل خط احمر حتى يوصل هنا، ناخذ الشوكه نحطها هنا، ندير قوس هنا، نجي لهذا المكان بالشوك البركار وندير قوس هنا، ونلقى هذه النقطه الرابعه وغنجمعهم، غنكون صيبت مربع. الان بغينا نصيبو مستطيل، مثلا انا غنصيب مستطيل هنا. كيفاش اختاريته؟ مثلا اختاريت هذا المربع، القطعه الحمراء، واختاريت واحد شويه من الاخضر لان عندي هنا زاويه قائمه. ثاني غندير بركار هنا وندير شوكه البركار في هذا المكان، وندير قوس هنا، ندير الشوكه وندير قوس هنا، نعاود نحول الشوكة لهذا المكان هنا وندير قوس قد هاد القطعة الحمراء، وغنرسم مستطيل. ممكن نرسمو حتى هنايا، هاد المربع أيضا ممكن نرسمو هنايا، يعني عندي اختيارات. الآن بغينا متوازي أضلاع، متوازي أضلاع ضروري غناخدو الشكل من هنا، إذا ممكن نرسم متوازي أضلاع نرسمو هنا بهاد الشكل، أو لا نرسمو هنا. إذا حنا غادي نحاولو نرسموه بهاد الشكل، بهاد الشكل نقدر ناخد البركار لي يساعدني، ندير شوكة البركار نقيس هاد القطعة، نجي هنا وندير قوس بهذا المكان، نجي ايضا نحط شوكة البركار هنا ونقيس هاد الحمراء حتى لهنا، ونجي هنا ونعاود نقوس، وغيتلقاو ليا قوسين وغنجمع النقاط وغنلقى متوازي اضلاع. الان غنمرو لتمرين 17، احسب مساحة كل مضلع. بالنسبة لمساحة المثلث فهي هنا في القاعدة، اولا بدينا هنا بديت بالمتوازي الاضلاع هو الاول. متوازي الاضلاع المساحة ديالو هي الضع في الارتفاع، أو القاعدة في الارتفاع هي 5، طبعا في الارتفاع اللي هو 2 متر، تساوي لنا 10 متر مربع. بالنسبة للمثلث فمساحة المثلث القاعدة هي القاعدة في الارتفاع مقسوم على 2، لأن إلا كملناه غنصيب مستطيل، وهنا بغينا غير هذا الجزء هذا، إذا هو النص ديال المستطيل. إذا هي قاعدة في الارتفاع 3 في 2 على 2 هي 3 متر مربع.
التمرين 18 أنقل جدول وأكمله. عندنا ثلاثة مستطيلات عندنا فيهم بعض المعلومات: طول، عرض، محيط، والمساحة بالسنتيمتر أو المساحة بالسنتيمتر مربع. في المستطيل الأول عطاوني الطول والعرض، خصنا نقلب على المحيط. المستطيل في 4 أضلاع، إذا عندي من الطول فيه 2 والعرض 2، غنجمعهم. عندي 7 زائد 7 14، 4 زائد 4 8، 8 زائد 14 هي 22 سنتيمتر، هذا هو المحيط. بالنسبة للمساحة هي الطول في العرض هي 7 في 4 كتساوي 28 سنتيمتر مربع. المستطيل الثاني عطاوني العرض وعطاوني المحيط وما عطاونيش الطول، إذا المحيط فيه 2 طول و2 عرض، إذا 2 عرض هي 3 في 2 هي 6، غادي نقص 15 تبقى ليا 10، 10 نقسمها على 2 هي 5، إذا 5 زائد 5 10، 3 زائد 3 هي 6، 6 زائد 10 هي 16. الآن المساحة هي الطول في العرض 5 في 3 هي 15. نمشي للمستطيل، عطاوني المساحة 24 وعطاوني الطول ما عطاونيش العرض. كنعرف بأن المساحة هي الطول في العرض، إذا العرض هو المساحة مقسومة على الطول، هي 24 مقسومة على 6 هي 4. بغينا المحيط هو 6 جمرات و4 جمرات، 6 زائد 6 12، 8 و4 زائد 4 8، 8 زائد 12 هي 20 سنتيمتر. نمشيو للتمرين 19، نكملو فيه هاد الأماكن الفارغة باش تكون متساوية صحيحة. فبالنسبة للأولى 24 على 8، هنا أصبحت 12. كيفاش ولا 12؟ إذا 24 قسمت على 2، إذا 8 قسمها على 2، إذا 8 على 2 كتساوي 4. هنا عطاوني من هاد 4 تتحول تولي 2، إذا انت هي قسمت على 2، إذا 12 قسم على 2 هي 6. من بعد قولي بأن هاد اللي هنا ولا 48، إذا 6 ولا 48، فاش ضربناها؟ ضربناها في 8، إذا انت 2 ضربها في 8، إذا 2 في 8 كتساوي 16. نمشيو للثانية، 6 على 30 تتساوي لنا هنا 6 ولا 12، إذا ضربت في 2، إذا انت 30 نضربها في 2 كتولي عندي هنا أسفل 60. 60 قولي بأن أصبحت 5، إذا نقسم 60 نقسم على 12 باش تعطيني 5، إذا 12 نقسم على 12 تعطيني 1. من بعد هاد الواحد غادي يولي 24، إذا غنضرب 1 في 24، إذا هنا 5 نضربها في 24، 5 في 24 هي 120. نمشيو للتمرين رقم 20، أكمل الجدول التالي ليصبح جدولا أو جدول تناسبي. عندي 5 أصبحت 4، خصني نكمل هاد الأماكن الفارغة. خصنا نقلب على معامل تناسبية، معامل تناسبية هو 5 على 4، يعني هي إلا ضربت 4 في 5 على 4 غتمشي 4 مع 4 تبقى لي 5، إذا هذا هو معامل تناسبي. ممكن نحسبو بطريقة أخرى، نقسم 5 على 4 تعطيني شحال تناسبية، هي تقريبا 0.25، هي 0 أو العفو، عندنا هنا عندنا 5 على 4، 5 قسمنا على 4 عندنا 2.5، يعني تقريبا لا أكثر من 0.25، يعني تقريبا 5 على 4 تساوي 1.25. إذا هنا نقدر نكتب نغير هذه ونمشي بلاصتها 1.25 أو 5 على 4 بجوج صحاح، لأن المعامل التناسبية كنقسم السطر الثاني على السطر الأول كبير على الصغير. غنكملو بهذ الطريقة، خصني هنا نضرب 8 في 5 على 4، 12 في 5 على 4، 100 في 5 على 4، 8 في 45 على 4 10، 12 في 5 هي 60 على 4 هي 15، 100 في 5 هي 500 مقسومة على 4 هي 125، هي اللي قلنا قبل كانت 1.25. نقدر معايا نعمر بالرقم اللي بغيت، إذا مثلا درنا هنا 200 فأنا تعطيني 250، إذا درنا مثلا هنا 60 تعطيني 75، إذا قلنا هنا معامل التناسبية هو 1.25 أو لا 5 على 4. تمرين 21، تقطع طائرة مسافة 420 كيلومتر خلال 30 دقيقة، يعني نص ساعة تقطع فيها 420 كيلومتر. ما السؤال الأول؟ ما هي المسافة التي تقطعها في 1:30 دقيقة؟ شحال غدير الطائرة في 1:30 دقيقة؟ هي في 30 كدير 420، هنا 1:30، يعني 3 مرات نص ساعة. غنخدمو التناسبية، هنا المدة بالدقائق، المسافة بالكيلومتر، في 30 دقيقة كتقطع 420. احنا بغينا في 90 دقيقة، لأن ساعة هي 60 زائد 30 هي 90 دقيقة، غنحول كلشي للدقائق. شحال فيها من كيلومتر؟ إذا غنديرو التناسبية هي 90 في 420 مقسومة على 30 باش نلقى هاد الخانة هادي، هي 1260 كيلومتر. ممكن نلقاها بطريقة أخرى، أنا 30 في 420، أنا 90 في 3 مرات 30، إذا أنا نقدر نضرب هاد 420 في 3 هي 1260. السؤال الأخير، ما هي سرعتها بكيلومتر في الساعة؟ شحال هي السرعة ديال الطائرة؟
إذا نقدر نخدمو بالعلاقة، السرعة كتساوي المسافة المقطوعة على الزمن. إذا 420 دقيقة، 420 كيلومتر عفوا، كديرها في نص ساعة. هاد 30 دقيقة خاصني نحولها للسوايع، لأن خاصني الوحدة بالكيلومتر للساعة. إذا 30 نقسم على 60 هي 0.5. إذا 420 على 0.5 هي 840 كيلومتر في الساعة، هي السرعة ديال الطائرة 840 كيلومتر. كاين طريقة أخرى نقدر ناخد هادي، هي هنا لقينا بأن 1260 كيلومتر كتقطعها في ساعة ونص، ها هي ساعة ونص 1.5، حتى هي تعطيني 840 كيلومتر في الساعة. نمر التمرين 22، مطلوب مني نذكر اسم كل مجسم وأحدد عدد وجوهه ورؤوسه وحروفه وأشكال وجوهه. الشكل الأول متوازي مستطيلات، عدد الوجوه 6، عدد الرؤوس 8. نحسب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، وكاين واحد هنا مخبي هو الثامن. عدد الحروف نحسب الخطوط اللي هنايا، هي 12 حرف عنده. الوجوه ديالو هي مستطيلات، شكل الوجوه هو مستطيل. الشكل الأخضر هو مكعب، الوجوه 6، الرؤوس 8، الحروف 12، بحالو بحال المتوازي المستطيلات، غير الاختلاف في شكل الوجوه، هنا الوجوه مربعة وهنا الوجوه مستطيلة. الشكل الأخير هو منشور قائم قاعدته ثلاثية، الحروف أو الوجوه 5، عندي 1 هنا، 2 من هنا، 3 و4 و5. الرؤوس 6، عندي 3 لتحت 3 الفوق، حروف 9، وشكل الوجوه مستطيل. هادو هما الوجوه ديالو، هما المستطيل، شكل الوجوه مستطيل وعندو القاعدة بشكل مثلث. إذا نمرو التمرين 23، مطلوب مني هنا تمرين سام بين هاد المنشور نحدو شكون لي يقدر يعطيني مكعب. هو المكعب كنعرفو أن عندو 6 الوجوه، هادو كاملين فيهم 6، ولكن إلا بغينا نطويوهم هنا فين كاين المشكل. هنا كنلقاو 4 مجموعين، ما يمكنش ليا نطويهم، عطوني عطوني هنا مستطيل. إذا هنا ما يمكنش، هنا يكون عندنا جوج الاحتمالات اللي هما هاد الشكل السي. إلا طويناه غادي يعطيني هادو، غادي يكون موحد، هي 3، هذا يكون هنا وهذا الفوق تكون هو الاعلى ديالو. كذلك هنا بالنسبه لهذا لا يمكنش، لان انا غيتلاقاو جوج الوجوه، يبقى ليا الجهه من هنا تبقى خاويه. الان مر 24، ولاحظوا قياس كل قطعه واستعمل البركار ومسطره غير مدرجه لرسم قطع اخرى قياساتها 5 سنتيمتر، 7 سنتيمتر، 1 سنتيمتر، و 8 سنتيمتر. من خلال هاد جوج سنتيمتر و 3 سنتيمتر وبركار ومسطره، يعني غير مدرجه، يعني مسطره ما فيهاش الارقام تدريجات، نحاول رسم القطعه يطلب مني 5 و7 و1 و8 من 3 و2. إلا بغيت نرسم 5، ناخد البركار نعبر 3 ونحطها، نحط واحد الخط أولا طويل ونحط فيه 3 ونحط حداها 2، و3 زائد 2 كتساوي لي 5، إذا هذه هي 5. نرسم خط مسطرة طويل، البركار نقيس هذا هنا الشوكة، وهنا القلم نحط الشوكة هنا وندير القلم هنا، من بلاصة ديال القلم نحط الشوكة مرة أخرى ونعبر هاد 2 وندير 2 هنا، إذا هي 5. إلا بغينا نصيبو 7، نرسم تاني خط طويل ما معبور شحال فيه، غادي ندير 3 وندير 2 2 المرات، لأن 2 زائد 2 4 زائد 3 كتساوي هادي 7 سنتيمتر. بغينا 8 أو لا عفوا بغينا 1، غادي نرسم 3 ونرسم إحداها أو فوق منها 2، هداك الشي اللي غادي يبقى فرق بيناتهم هو 1 سنتيمتر. فرق بيناتهم، فرق هنا 3 رسمنا الأولى ورسمنا حداها 2 والفرق هو 1. إلا بغينا 8، حنا رسمنا قبيلة 7، نقدر نعبرو بالبركار نحطو هنايا، نحطو 4 3 و2 و2 هي شحال، هي 7، ونحطو الواحد هدا لي هنا هي 8. إذا 3 زائد 1 4، و2 زائد 2 4 4 زائد 4 هي 8 سنتيمتر. الآن نمرو للتمرين رقم 25، استعمل المحسبة وأحسب محط كل دائرة ومساحة كل قرص. نبداو بالأولى اللي هي هادي، المحيط هو 2 في شعاع في بي، 2 في شعاع هو 1 ديسيمتر، 2 في 1 في بي، 2 في 1 في 2، 2 في 3 في 14 هي 6.120 ديسيمتر. هذا محيط الدائرة الكبيرة. إلا بغينا المساحة ديالها، المساحة هي الشعاع في بي، هي 1 في 1 في بي، هي 3.14 ديسيمتر مربع. بالنسبة للدائرة الصغيرة، المحيط ديالها 2 في الشعاع 0.5 في بي، هي 3.14 ديسيمتر، لأن 2 في 0.5 هي 1، 1 في بي هي بي، هي 3.14 ديسيمتر. بالنسبة للمحيط هي 0.5 في 0.5 في بي، هي 0.785 ديسيمتر مربع.
28-26 هو التمرين الأخير، شارك 4 لاعبين في مسابقة القفز الطولي، حيث قام كل واحد منهم ب3 محاولات القفز الذهني ومحاولة القفز الطولي، كل واحد دار 3 المحاولات. نشوفوا وناخذوا الأحسن وحدة فيهم. هنا عندنا هشام علي وحسام وعادل هما المتسابقون، هنا المحاولة الأولى ديال كل واحد منهم، المحاولة الثانية والمحاولة الثالثة. يعني كيما تنديرو في الألعاب ديال القوة اللي كتكون بحال حاليا مثلا ألعاب أولمبية مثلا ديال طوكيو. فبالنسبة لهشام أحسن محاولة عنده هي 5.02 متر، هادو صغار يعني غياخدو لي هادي. علي أكبر وحدة هي 5.05. بالنسبة لحسام أكبر وحدة هي 5.26، هنا عنده 5.12 و 5.26 هي كبيرة. وعادل أكبر محاولة عنده أو أحسن محاولة هي 5.03. غادي نرتبو هادو باش نعرفو شكون فيهم اللي يكون الأول الثاني الثالث والرابع. فالأولى هي 5.26 هي أكبر مسافة للقفز، تابعها 5.05، تابعها 5.03، وتابعها 5.02. دابا نرتبو المتسابق. 5.26 هي ديال حسام، إذا حسام هو الأول. 5.05 ديال علي هو الثاني، 0.03 ديال عادل، وآخر متسابق هو هشام. الصفحة رقم 5، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس للتوصل دائما بالجديد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.